من بعد يعني غادي نكون انا الكاتب العام ديال قدماء التلاميذ تاع عمل جمعوي غتنبثق عليها الاسماعيليه الكبرى من ما غادي الاسماعيليه الكبرى من بعد غادي نكون الرئيس المنتدب ديال داك النقابات السياحه اللي ما بقاش كان سمح نسوي الله يرحمه كان تعرفوه دابا ولا مجلس اقليمي دابا ولا اي اه دابا ولا مجلس اقليمي ما كانش اي اي كانت اسم في الاخر كانت جمعيه ياك من بعد عليها الاسماعيليه الكبرى كتنظم داك ديال السياحه دابا حاليا كتنظمو يعني يقول لي من الاول كان كيساهموا من بعد سيدي غادي ندير سيدي نائب الرئيس رئيس المنتدب ديال الكلوب ديال النادي ديال السباحه وديال الكره الطائره نادي مكناسي نادي مكناسي نادي مكناسي هادشي كله كلشي انا عادي هادشي ماشي من بعد غادي ندير سيدي المرصد الوطني للتنميه والبيئه والمجتمعات الجماعاتيه الترخيه لان هو الرئيس ديالو الان غادي نديرو غادي نكون سيدي انا نائب الرئيس ديال الفيدا ديال الفيدراليه الوطنيه المغربيه للمهندسين الماليين القطاع الخاص الفيدراليه كان الرئيس ديالها هو السي الفاسيل فهري السعيد الله يرحمه اللي كان وزير الاسكان ياك وكان هو اول رئيس القانون ديالنا اللي كان بن 86 هذاك السيد ومعه انا واحد مجموعه ديال الاخوان الاخرين حنا مولاد 86 بحيث دابا بعض الناس كذا كذا لا علاقه لهم به ما تعرفوش كاع شنو فيه الا القليل لماذا لانه هكذا المهندس المعماري غالبا الجانب القانوني الجانب التقني تيهتم الجانب التقني المحدد تيخصو المشاريع ديالو تكون نقيه وتكون واقفه وتكون مزيانه وتكون انيقه حتى المؤسسين تاع هاد الهيئه يعني عارف القوانين الاصليه ديالها عارفهم ما يمكنش شي واحد نو الوغ فاش جينا غادي فاش سميتو من بعد غنعاودو نديرو المنتدى الجهوي للمهندسين المعماريين ديال القطاع الخاص انا الرئيس حتى غتوصل للنقابه الوطنيه للمهندسين المعماريين القطاع الخاص اللي كان الرئيس ديالها الاول المؤسس انا وياه هو وانا بلوتو سي سعيد فاسي رحمه الله وفي القانون في النظام في ماشي قانون النظام ديال النقابه انه الرئيس المنتدب في حاله غياب او مرض او كذا او كذا ديال الرئيس فالرئيس المنتدب هو حنا درنا جمع عام وعاود تخدمنا الرئيس ديال الرئيس المنتدب داكور بالاختصاصات ديالو محددين وكانه الرئيس هنا شنو غادي يوقع لنا حنايا انا كنمارس القطاع العام تقريبا 12 عام وخرجت في حالتي بدون تقاعد خرجت في 89 بدون تقاعد خاصني نخدم في القطاع الخاص كنشتغلوا حسب العقده النموذجيه كانت واحد العقده النموذجيه 47 دارتك 47 بها كنخدموا فيها الواجبات والحقوق ديال المهندس المعماري وديال الاداره وشنو هو ما له وما عليه الى اخره حتى 2013 تقرر انه هذيك السلطات الحكوميه قررت باش غدير يعني الهيئه رجعوا للهيئه باش غتخلق هيئه ما كانت قبل من 86 ما كانتش كاينه هيئه كان واحد المجلس ياك اللي كان كجمعيه اللي ما عندهاش نظام ما عندهاش يعني كهيئه مهنيه فوقاش غنوليو هيئه مهنيه حتى 93 دار القانون ديال 89 ومن بعد فاش غتخرج القانون التنظيمي ديالو التنفيذي هو ديال 93 كتب 93 هنا غادي نضموا يتنظم المجلس يعني المهندسين المهنة المهندسين كمهنه ك ك ك ك هيئه مهنيه هيئه مهنيه ماشي هيئه ضبطيه هيئه مهنيه هيئه مهنيه تعنى وتعني بالامور الماليه الخاصه عطاوها بعض الاختصاصات او بعض الامور اللي هي كمستشاره تستشار
مي ما عندها حتى شي حتى مثلا دابا الصفه الاستشاريه ما كايناش يعني طبيه او لا قانونيه اللي شي وصايه ما كايناش وصايه خدامينها بدات 2017